السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده، هنطلع فكرتين كده من البادي، يعني البادي كارينا. فطبعا لو أنت عندك الباديهات يعني زورت كده على أولادك، فأنا عندي نوت كذا واحد أهوت، دول كده ما بيتلبسوش، وكمان يعني هما صغيرين كمان على بنتي فما بيتلبسوش. فانا دلوقتي هعمل ايه، هوريكم اللي انا مطلع منهم فكرتين دلوقتي. بصراحة يعني الفكرتين جمال جدا، واتمنى ان هما ايه يعجبوكم. ما فانا هنعمل اول، هنطلع اول فكرة منهم ما اللي هو المرصة ما للمحجبات، يعني يتلبس كده في الإيد كده تحت العباية. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف مع بعض بقى إيه هنعمل إيه. هنا أنا معايا اللون ده هوت اهوت، ومعايا بقى يعني إيه هنعمل معاكم إيه، واحد بس، وده ده كده بادي اللي هو الأحمر كده، الصورة واضحة. ومعايا برضو واحد تاني بني يعني طبعا، ومعايا الأصفر، بس أنا هنفذ معاكم واحد بس، يعني هعمل الفكرة في واحد بس أوريكم. ما أول حاجة أنا هعملها اللي أنا هعمل معاكم اللي هو الإيه، هنطلع اللي هو اللي من الكمام، ما هنعمل إيه اللي هو المعصم. فممكن تعملوه يعني هو عامة يعني هو بيبقى لحد الكوع كده اهوت، ولو بيتباع بره يعني، يعني هو يعني لحد هنا كده اهوت يا دوبك، بس اللي هو بيعدي الكوع وده كده اللي هو بيتباع بره. فانت ممكن ايه، على اساس احنا بقى نعمله يعني في البيت وهنطلعه من البادي الكريمة، فممكن لو انت حابة تطولي ممكن ايه تطولي. فانا هنا هنيجي بقى ايه من عند علشان السرفلة، فهنيجي من بعد دي كده واقوم قص كده. انا فتحت فتحة اهيت من هنا، وهبدأ بقى انا ادخل المقص واقص. كده الصورة ايه واضحة، بتأكد من الصورة عشان ايه. ده كده ايه الكم، ما اللي هو كم البطن. فاحنا دلوقتي بقى ايه، في فكرة اللي انا ممكن ايه، لو انت حابة ان انت ايه يعني تسيبيه كده اهوت وتلبسيه، ممكن ايه ممكن انت تلبسيه زي ما هو ايه كده. فهتقولي اللي هو ايه هيبقى طويل، لا ممكن ايه هقول لكم برضو على فكرة يعني ازاي بقى اللي انت ايه تلبسيه. شايفين؟ نعم. هو طبعا ايه، بصوا انا عايزه بس ان انا اوريكم اهو، هو يا دوبك واصل لي لحد ايه هنا، فانا مش عارفه بقى هي باينه ولا لا، يعني هو الكم مش واصل لي لحد الكتف فوق، لا هي يعني شايفين بقى الشويه دولت ممكن يتلبس ايه كده. وبعد كده بعمل ايه عشان اطلع بقى ايه، شايفين صبعي ده هوت، طبعا انا مش هينفع ايه اللي هو يتلبس ايه كده هوت.
فهنا بيتعمل بقى ايه، فتحة في الجنب كده اهوت، دايرة كده صغيرة، وبعد كده ايه اللي احنا بحيث اللي احنا ايه نطلع ايه الصبع ده اهوت ويتلبس ايه بنفس الطريقة كده، بيبقى فيه شكل كده برضه. في برضه حاجة تانية ممكن اللي انتي بتلبسيه عادي كده اهوت، يعني ده كده 2 طريقة لللبس. اللي هو اكنك لابساه عادي خالص وماسك على فكرة، يعني هو ماسك على الدراع كده ماسك، شايفين؟ نعم. وممكن برضو تلبس كده ايه بنفس الطريقة كده برضو. يبقى انا كده وريتكم 2 ايه طريقة، فانا ايه هسيبه بقى كده زي ما هو كده دلوقتي، وهقص برضو الكم التاني بنفس الطريقة ونرجع تاني. نعم. دلوقتي يا حبايبي انا كده بعد ما قصيت الاتنين كم كده بنفس الطريقة اهوت ووريتكم ازاي اللي هو يتلبس، في حاجة كمان ممكن اللي احنا شايفين دي كده، ده كده اللي هو الرقبة، ده كده اللي هو الايه الاستك بتاعها. على فكرة كمان في حاجة كمان، يعني لو البادي يعني عندك اللي هو يعني صغير بالنسبة للطول، لا طبعا لما بيبقى صغير بيبقى مش واصل الكم بتاعه مش واصل لحد هنا عشان بيبقى صغير، فبيبقى ايه بيبقى جاي كدهوت يعني على بنتك كده، فما بيبقاش واصل، فاحنا بنقص منه. دي برضو فكرة ايه كمان ممكن برضو بنتك تلبسه بنفس الايه الفكرة ديت. ساعات بناتنا لما بيجوا يلبسوا البادي بيلبسوه مثلا ايه تحت، مثلا في عندهم مثلا بلوزة الرقبة بتاعتها بتبقى واسعة شوية، فبيحبوا اللي هم يلبسوا كده، خصوصا البنات بتبقى يعني محجبات فما بيحبوش حتى اللي هي رقبتهم ايه تبان. انا ساعات بنتي كمان بتلبس البديهات تحت البلوزه اللي هي مكم عادي برضو، بس تبقى البلوزه عندها مثلا ايه الرقبه بتاعتها واسعه شويه، فبتلبس ايه تحت منها ايه بادي. طب البادي عندك بقى لو صغير، يبقى احنا كده هنستفاد اللي احنا هنقص منه الكمام ديت، هنحولها لمعصم اللي هو يتلبس تحت اي عبايه، اي بلوزه مثلا تكون كمها واسع ولا اي حاجه كده يعني، فبيتلبس وزي ما شفنا الطريقة. هنا بقى ممكن بقى ايه هنا اهوت بعد ما قصينا الكمام، فبيبقى بنفس الطريقة كده اهوت، بتيجي من هنا كده اهوت وبتبدأي بقى ان انتي ايه بتتني يعني تانية كده صغيرة، وبعد كده اهوت بتتني تانية كمان اهي اللي هي كده اهيت، وبعد كده اهوت ممكن برضو اللي انت بتخيطيه على المكنه بنفس الخيط يكون نفس لون البادي يعني، او مثلا ما عندكيش مكنه ممكن تخيطيها اللي هي الغرزه، غرزه خياطه اللي هي الغرزه السحريه، فبتبقاش باينه ايه معاكي يعني. وبتسيبيه بقى ايه بتعملي نفس الكمام كده، نفس اللي هي من هنا ومن هنا اللي هي حده الكم، تعمليها بنفس الطريقه كده، بتتني الاطراف كده بنفس الطريقه وبتسيبي ديت. وممكن برضو اللي هو يعني على كده برضو نفس النظام كده يتلبس بنفس الطريقة كده هو تحت أي بلوزة تكون الرقبة بتاعتها واسعة ولا حاجة، فبتسيبيه بنفس الطريقة كده. يبقى كده هو ايه دي كده ايه 2 فكرة منهم، يعني ازاي بقى اللي انت ايه تلبسيه.